سنة والطيبين. أنا الدكتور محمد حساب، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة اسكندرية. أنا بوجه الحقيقة الكلمة دي لكل الجمهور والأهل والأصدقاء، والكلمة دي الحقيقة مهمة علشان موضوع الحقيقة له علاقة بالتخصص بتاعي اللي هو تخصص الأنف والأذن والحنجرة. الموضوع دوت يا جماعة أرجوكم حافظوا على صحتكم، حافظوا على صحة أسركم، حافظوا على كل بلدكم والبيئة المحيطة بيكم، وأرجوكم أنكم تعوا خطورة وأثر التدخين. الحقيقة في التخصص بتاعي بندرس من أول يوم أن في أمراض كتير في منطقة الأنف والأذن والحنجرة ما بتجيش غير في المدخن. الكلام ده بعض الناس بالذات الشباب اللي هم الحمد لله بيبقى ربنا أنعم عليهم بالصحة والعافية بيفتكر أن الموضوع دوت بعيد عنه ومن الصعب أنه هو فعلا يأثر عليه. إنما الحقيقة إحنا زي ما أنا قلت شفنا وبنشوف، وكل يوم بنقابل مرضى بمشاكل كبيرة جدا وأخطار صحية بتيجي في المدخنين. الأخطار ديات بتشمل الالتهابات في منطقة الأنف والجيوب الأنفية والحنجرة وكذلك الأورام. مش عايز إن حد يفتكر إن الكلام ده هو صعب الحدوث، لا مش صعب الحدوث. وساعات البعض بيفتكر إن هو يعني لو أخد سيجارة أو اتنين أو على أوقات متباعدة مش هيأثر، لا للأسف في بعض الأحوال تأثير السيجارة الواحدة زي تأثير العشرات من السجائر. في برضو مرضى أنا بقابلهم وبفاجأ بمشاكل في المنطقة اللي أنا متخصص فيها، منطقة الأنف والأذن والحنجرة، ويجي المريض بشكوى يقول والله أنا بقالي فترات طويلة ورحت الدكاترة كتير وعملت جراحات ومفيش حل المشاكل الجيوب الأنفية دكتور. أقول له أنت بتدخن؟ يقول لي لا أنا بشرب شيشة. جزء من المشكلة بالذات طبعا الموضوع يختلف في فئات، إن بعض الناس بتفتكر إن الشيشة ديت موضوع وإن التدخين ده موضوع تاني وإن الضرر بتاع الشيشة ده قد يكون أقل من السجاير. برجع أقول يا جماعة أرجوكم من تاني والعشرات المرات بأؤكد إن الشيشة ديت أخطر، قد تكون أخطر من تدخين السجاير. طبعا برضو جزء مهم جدا، انت مش شرط ان انت حتى تكون بتشرب سجاير او بتشرب شيشة، لو تواجدت في قاعدة في وسط مدخنين التأثير السلبي ليه تقريبا نفس التأثير بتاع التدخين الإيجابي. أرجوكم الرسالة ديت افتكروها كويس، انت بتسحب من رصيدك رصيد صحتك زي اللي بيسحب من رصيده في البنك. قد يكون عندك رصيد في مرحلة سنية معينة، إنما مع الوقت الرصيد دوت هيقل وللأسف العواقب بتاعته مش عواقب بسيطة. طبعا اللي عنده أطفال لازم يعي تماما إن تأثير التدخين السلبي على الأطفال إحنا بنشوفه كأطباء. بتيجي الأم بالطفل بالتهابات متكررة في الجهاز التنفسي، وبعض الأطفال المشاكل بتاعة التدخين السلبي بيبقى ملحوظ لدرجة ان بنسأل يا مدام حضرتك بتدخني، الوالد بيدخن، ارجوكم حافظوا على صحة اطفالكم، حافظوا على صحتكم، حافظوا على صحة المحبين لكم اسرتكم، وارجوكم
يطلعوا من العادة السيئة بتاعت التدخين. وشكرا.